السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي مقارنة بين البرامج القوية بتاعت الذكاء الاصطناعي اللي هي متخصصة في عمل مقالات او انها تدردش معاك زي شات جي بي تي والبنج وكاركتر دوت اي اي وبرد بتاع جوجل. فلما نيجي نبص كده سريعا بنلاقي ان شات اوبن اي اي في شوية تباطؤ في الفترة الاخيرة، يعني هو انطلقة رهيبة لكن بعد كده بدأ ان هو يهدى شوية، لكن قريب قوي هتنزل حاجات أقوى بكتير. يعني الواحد بيتابع الصفحات الرئيسية بتاعت الناس اللي شغالة في مشروع أوبن أي أي، قريب قوي هينزلوا حاجات رهيبة جدا، وبالذات في شات جي بي تي بلس اللي هو بفلوس، في خدمات هتنزل كتيرة جدا وهتضطر إن احنا ندفع فلوس ونعمل اشتراك ونجربه إن شاء الله. ففي النمو من شهر كان نوفمبر 2022 وبعد كده بدأ الأمور تهدى. طبعا بينج اللي هو بتاع مايكروسوفت هو اتولد جبار، يعني هو مستفاد من قوة الشات جي بي تي لأن مايكروسوفت مستثمرة كتير جدا في شات جي بي تي، فما بدأش من الصفر، مرة واحدة كده ظهر معانا. ويمكن في ناس كتيرة بدل ما تستخدم شات جي بي تي بتفضل عليه بينج، لان يعني برضه بينج فيه ان انت تعمل صور من خلال الكتابة وبيديك برضه مراجع ومتوصل بالنت، يعني في شوية مساحة حلوة تخلي الناس تروح هناك. حتى الان جوجل بارد الذكاء الصناعي بتاعه ما حققش النجاح المهول، هو لما نزل ناس كتيرة بدأت تجربه لكن برضه ما وصلش للنسبة عدد الزوار الرهيب بتاع الشات جي بي تي، لان شات جي بي تي كان حاجة رهيبة جدا يعني. وكاركتر دوت اي اي برضو نفس الفكرة بتاعت جوجل، هو انطلق حاجة يعني بدأ قبل جوجل برد، لكن حتى الان يعتبر هما الاثنين قريبين من بعض. دي الاحصائيات، وانا متوقع ان الفترة الجاية هتشمل يعني منافسة اكتر، كل واحد بيبدأ ينزل ادنس جديدة بتدي قوة ليه، فده بينزل وده بينزل، ويعني حاجات رهيبة ان شاء الله نتكلم عنها في فيديو قادم ازاي تدي قوة اكتر لشات جي بي تي والبيت الادوات بتاع الذكاء الاصطناعي.